كورونا ما بتصيب الصغار، عبارة منسمعها الطالع والنازل من وقت ما انتشر هالوباء، وكانت كافية لطمأنة الأغلبية. إلا أنه الشقيقين دانيال ابن 12 سنة وكميل ابن 15 ما رحمتهم كورونا. أنا أولاً جبرني لأعمل فحوصات بي سي آر، كل ما أوعى الصبح بكير حس بوجع بالعظم أو إرهاق، هو بلش يحس بوجع راس أو تعطيس شوي. هذا الشيء اللي دفعنا نعمل كلنا فحوصات بي سي آر، طلعنا كلنا بوزيتيف. تبين أنه أنا كنت أول واحد انصبت بالعائلة وعديت كل اللي خلطه. هالنوع من الحالات منا الأولى بلبنان، فسبق وأصيب أكثر من طفل ومراهق بهيدا العمر، ولكن وفق هيدا كله السلطات التربوية مصرة على عودة الطلاب إلى صفوف الدراسة رغم سير عملية التلقيح ببطء بين الأساتذة، وما بتشمل أساساً لعمرهم تحت 16 سنة. صرنا نحن تقريباً سنة وشوي برا المدرسة، بس فتنا شهرين للتعلم المدمج، وإذا منقارن الإصابات يلي صارت لما فتنا كانت إصابات كتير ضئيلة، بس أكيد نحن كوزارة التربية ما رح نكون عم ناخد أي ريسك على الطلاب. كرمال هيك هلأ نطرنا تأساتذة وإدارية الترمينال بلشوا ياخدوا الفاكسان، ولما يخلصوا ياخدوا الفاكسان رح نفتح بس صفوف الترمينال، وتدريجياً منرجع على باقي الصفوف. وإذا كانت وزارة التربية على رأيها فالطب عنده رأي آخر، علماً أنه عدد كبير من الطلاب حول العالم عادوا إلى مدارسهم قبل إنجاز عمليات التلقيح. هلأ هون في مبدأين، أول شيء بدنا نحمي الطلاب، بدنا نحمي الأساتذة كمان من هلأ لتشرين الأول. عندي أمل أنه رح يكون في عنا كفاية لقاحات لتلقيح الأطفال، وأنا بالنسبة لي ضروري تلقيح الأطفال وتلقيح الشباب لعدة أسباب. أولاً هن اللي عم يلتقوا بين بعضهم يلي عمره 80 و90 و70 سنة، إذا بدي أحميهم أنا بدي أحمي أولادهم وأولاد أولادهم، هيدي أهم شغلة. يعني هيدا السنة المدرسية هيدي أنا برأيي فينا نأكس عليها، لأن خلص يعني اندبحت أغلبية القطاعات فتحت أبوابها، والعين على المدارس يلي ما زالت بعين العاصفة الصحية، فهل رح يتخذ القرار المناسب بما يحفظ صحة التلاميذ أهاليهم والطاقم التربوي من جهة، ويضمن مكانة لبنان التربوية من جهة تانية؟